السيد هاروش من سكان مدينة ورزازات الذين لاحظوا تغيرا في طعم الماء الشروب الموزع من طرف المكتب الوطني للماء، تغير جعل أسرتها لا تستسيغه للشرب. هاد الماء تاع ورزازات تنستعملوه غير للتسياق وبحال المعان وبحال التصبين وبحال الشغل تاع الدار، اما للشرب ما صالحش نهائيا. ناقص بزاف المذاق ديال الماء، ما كاينش والريحه ها كنضطروا نشريو الماء ولا نسقيوه. مرد التغير في طعم الماء حسب وكالة ورزازات للماء هو الاستعانة بمياه جوفية ذات نسبة زائدة في الملوحة، نظرا لقلة التساقطات وضعف حقينة سد المنصور الذهبي. اللي كنسدوا الخصاص باستعمال المياه الجوفية ديال آبار واد ورزازات تتميز بشيئا من الملوحة، شيئا من ارتفاع نسبة الملوحة، وهذا المياه كيتم المزج ديالها على مستوى الخزان الصغير اللي كيوجد في وسط المدينة، وهذا الخزان الصغير كما تقنيا كيغذي تيزود فقط الطبق الأول من الشبكة ديال المدينة، إذا هناك تيكون هناك فرق بين الأحياء. أمام التغير بادرت الوكالة إلى استخدام مادة الفحم المنشط لتحسين جودة الماء، ماء خاضع لكافة المعايير الوطنية في الجودة ويوزع لما يفوق 24 ألف زبون. بدينا كنستعملوا معالجة خاصة اللي كتعلق باستعمال الفحم المنشط اللي كيقوم بإزالة الروائح وتحسين الضوء. مصلحة الوقاية الصحية بوزارة الصحة بأنه لحد الآن لم يسجل أي حالة مرض عندها علاقة باستهلاك الماء، لأن نلاحظ بعض الشكايات يقولون بأن هناك، بل العكس، لم يسجل أي حالة مرض عندها علاقة باستهلاك الماء الموزع من طرف المكتب على صعيد مدينة ورزازات. ينتظر أن يرى النور السنة المقبلة مشروع جمع المياه السطحية والجوفية لتوزيع موحد للمياه بورزازات في أفق بدء استغلال مياه ست وين الجديد أواخر سنة 2015.